إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفر. أكبر المعمرين بالمغرب إن لم يكن أكبرهم محمد البوشري 140 سنة حسب ما يرويه من أحداث تاريخية كطرد ساكنة بني وليد لإدريس الجلالي الزرهوني الملقب ببوحمارة. في الحفلة الوحدة. شحال كان في عمرك؟ شحال كان في عمرك ديك الساعة؟ اه شحال كان في العمر ديالك؟ عام بحمارة. عام بحمارة؟ اه 10 سنين. 9 سنين. لا يزال شيخ المعمرين بصحة جيدة، مرد ذلك حركته الذؤوبة ونظام غذائي طبيعي، يقول أحد أبنائه الثمانية. لم تفوت الفعاليات المدنية مناسبة أسبوعها الثقافي لتكريم الشيخ محمد البواشري الذي عصر 6 ملوك وشارك في الحربين العالميتين الأولى والثانية في مبادرة للتعريف بهذه الشخصية التراثية. لا يتوفر الشيخ على وثائق يثبت بها تاريخ ميلاده غير شهادات كبار السن من سكان القرية وملامح زوجته الثانية التي تزوجها بعد 20 سنة قضاها مع الزوجة الأولى.